اوكي، خليك معايا نحل الاكسرسايز بشكل سريع عشان موضوع الاكسرسايز بس مش بس جاست كودينج، انه قال لك كوريكت 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 خلاص، لا لازم اكون فاهم كويس. طيب شو السيناريو؟ اقرأ الدومين كتير كويس وركز معي عشان تفهم هذا الكلام. يعني أنا بتوقع منكم إنه يعني أنتوا يفترض إنه استغرقتوا وقت أطول في الإكسرسايز إنه أنتوا تقرأوا هذا الكلام، بس يبدو إنه أنتوا يعني سكيب، وإنه حكيتوا إنه قرأتوا. تمام، إيش السيناريو؟ إنه حاجات يعني تم استئجارك لإدارة المتاحف في مدينة لوس أنجلوس، وأول بروجكت كان مطلوب منك، تمام، إنه أنت يعني تركز على الأربع متاحف اللي موجودين في الصور هدول. إيش هم المتاحف؟ أفيلا أدوبي، فاير بيس ميوزيوم، تشاينيز أمريكان ميوزيوم، أمريكان تروبيكال إنفنتيف سنتر. تمام، البيانات تبعتك عبارة عن CSV، هاي الرابط تبعها انه انجابت من المكان هذا، تمام، وشكلها في الاكسل زي هيك، انه انت عندك الديت، عندك اربع متاحف يعني اربع اعمدة، وعندك القيم هي عبارة عن عدد الزوار في كل يوم. طبعا هاي السيت اب، و هذا ثاني سطر، ثاني سيل قصدك، هذه لتصحيح، هذا حكيت احنا بنعمل بي دي بلوتينج. ايش حكيت انا الكيرنر هذه انا عاملها فورك من فتره، فبالتالي يمكن انه الفورك تبعي خلينا نشوف هي يبدو انه جست يعني زي الدايركتيف هذه مات بلوك انه يعني لتحويل الرسمات، لانه يعني يبدو انه هو في كونفرتر يعني فهو يعمل بالضبط، يعني هي ممكن الشغله هذه انه هو بيسويها بشكل امبليسيت. طيب حكيت بحكي لي انه بدي اياك تقرا ميوزيوم داتا، تمام، وعندي ميوزيوم فايل باث، وفي عندي عمود للديت، فبالتالي بدي اياك تحط لي اياه الاندكس كولوم. بقول لك هو مسهل عليك الموضوع خالص، زي السبوتيفاي زي هيك، اعمل نفس الكلام. فبالتالي هاي الميوزيوم فايل باث، الاندكس كولوم بتساوي ديت، والبارس ديت بتساوي ترو، كوريكت، تمام. ريفيو للديتا، تمام، ايش طالب مني؟ لاست 5 روز، لاست 5 روز معناها تيل. فبلاحظ انه انا في عندي هنا الديت 1/7/2018 1/8/2018، هذه بيانات شهريه، معنى ذلك انه هذه الفاليو 23000 هذه عباره عن عدد الزوار لشهر، تمام. هذا هو الريفيو، انه انت تفهم فعليا انه هذه الانتريز عباره عن ايش. You have to spend time on that. طيب فهنا بحكي لك، بفصل لك هذا الكلام، انه هذا كلام انه 1/11/2018 معنى ذلك انه هذا عدد الزوار في شهر نوفمبر بهذا الشكل، تمام. طيب use the last 5 rows of the data to answer the question below.
ايش السؤال؟ هي هنا انا موجود عندي في هذا السيل، بس انا كنت حاطط سيل فوق عشان ان انا اورجي ايش هو الاوتبوت. شو طالب؟ بقول لك How many visitors did Chinese American Museum received in July 2018؟ تمام؟ فهذا الكلام برجع هنا ايش طالب؟ للتشاينيز امريكان في جولاي يعني في 1/7 اللي هو 2620، صح؟ فبالتالي ممكن انا احط الاجابه هنا بشكل مباشر زي هيك، تمام؟ واقول انه بتساوي 2620، تمام؟ وهذه بدي اعملها كومنت لانه بدي اورجيكم برضه كمان كيف بدي اجيبها من الكود. وكذلك السؤال الثاني اللي بعده ايش طالب؟ In October 2018, how many visitors did Avella Adobe receive than Firebase Museum? فهو عبارة عن عملية طرح. ايش طالب؟ ركز معايا الميوزيوم بده الأفيلا ناقص الفايربيز. في وين؟ في وقت ايش؟ في أكتوبر، صح؟ يبقى بروح على 1/10 بده الأفيلا ناقص الفايربيز، هذا الرقم ناقص هذا الرقم، رقم باخذهم زي هيك الاثنين بحطهم بيناتهم علامة ماينس يعني الشكل، وهذه بدي اعملها كومنت. نعمل تشيك للانسر it is correct، تمام؟ فهذا معنى السؤال، معنى ذلك انه انت بالنظر تقدر انه انت تجاوب على هذه الاسئله. طب بالكود بدنا نجيب هذا الكلام بالكود، ممكن انه انا اسوي هاي الشغله، تمام؟ طبعا هذا الكلام بدي احكي انه use the last five rows of the data to answer the question below. الان هذا الكلام لو انا عملته زي هيك او يعني عملت dot tail او ما عملتوش سيان. ليش؟ بحدد الرو بالضبط، حددت هنا جولاي، فبالتالي خلاص ما فيش داعي انه انا اعمل هذا الكلام. فايش ايش بدي اسوي؟ رحت حددت انه انا بدي العمود هذا، ايش راح جاب لي؟ راح جاب لي كل الكولوم، بديش كل الفاليو، بدي صف معين، فبعمل لوك على بالضبط اللي هو الكي اللي هو الاندكس بهذا الشكل. وهنا نفس الفكرة، تمام؟ أنا بدي الفاليو هذه ناقص الفاليو هذه، عدد الفيزيتور لأدوبي لأفيلا أدوبي ناقص عدد الفيزيتورز هناك، فهاي ممكن أعملها يعني أنكومنت زي هيك، فهذه ناقص هذه بهذا الشكل، فتطلع أنا عندي الإجابة كيف؟ مش مشكلة، بصير اوفر يعني بصير انه يعني استبدال للقيمة لهاي. هاي كوركت، تمام؟ طبعا هذا الكلام عشان انه انا اورجي لك هذا الكلام انه انا كيف بصير انه عشان انت تجيب عمود معين هاي جاب لك كل القيم زي هيك. انا بديش اياهم كلهم، انا بدي 1 جولاي 2018، فبالتالي بتروح بتعمل لوك لهي الفاليو بتطلع لك 1 انتري بهذا الشكل. هذا الكلام هيو ذكره هنا، بحكي لك خلي بالك انه انت بعد ما عملت هيد للبيانات هيو هنا بقول لك انه ال 1/11/2018 هو عدد الزيارات في نوفمبر 2018 لكل الشهر، تمام؟ طيب الستيب 3 مطلوب مني ان انا اقنع الميوزيوم بورد مجلس ادارة المتحف او المتاحف بشغلات معينة. عارفين ايش يعني مجلس ادارة؟ انت عندك اربع متاحف، عندك المدير او المسؤول على كل متحف، هدول في عندهم مجلس وهدول بيجتمعوا هم اللي بيقرروا.
بيجي واحد بيقول انا بدي ميزانية زيادة، بقول لك لا، ليش تاخذ ميزانية زيادة؟ زيك زينا، على حسب عدد الزوار اللي عندك. مين قال انه في عندك زوار كتير؟ البيانات اللي بتكون. فبالتالي هنا بدك تقول لهم بالارقام، لا بدك تعمل فيجواليزيشن عشان المقارنة تكون سهلة. تمام؟ هنا اقرا فايربيز ميوزيوم كليمز، بيدعي انه نظم فعالية في 2014 جلبت عدد لا يصدق من الزوار. تمام؟ ولازم ياخذوا بادجت إضافية عشان ينظموا يعني ايفنت مشابه او يعني نفس الايفنت. اوكي؟ المتاحف الاخرى تعتقد انه هذه الفعاليات عديمة الفائدة ولا بتجيب زوار ولا شيء، كله كلام فاضي. فبالتالي بدك تاخذ بادجت زيك زينا، ما تاخذش بادجت زيادة. فبدنا نقنعهم بهذا الكلام، هنشوف هذا الكلام فعلا هل هو جاب عدد زوار لا يصدق في تلك الفترة بالمقارنة مع المتاحف الثانية ولا لا. فايش بدي اسوي؟ لاين بلوت بالضبط. فبالتالي هنا حددت الفيجر سايز ولاين بلوت للميوزيوم وحطيت لها تايتل، وهي شوف الرسمة، هاي المتاحف. هاي لاحظ انه انت عندك هذه السبايك لمين؟ للفاير بيز ميوزيوم، معاه حق ولا معاهوش حق بالمقارنة مع بقية المتاحف؟ تمام؟ لاحظ انه انت عندك بتطلع وبتنزل، بتطلع وبتنزل، بتطلع وبتنزل كل المتاحف، ما عدا انه هاي الفترة. تعال تحقق من الفترة هذه قديش؟ انه هي فعلا ضمن فترة الـ 2014، لأنه هذه من 2014 لـ 2015 في عندك 12 انتري هنا، اللي هو عدد شهور السنة. تمام؟ هو حكى متى في 2014؟ في أوغست، ولا ما حكاش الشهر؟ ما حكاش، بس هي يبدو أنه هي في أوغست أو في نوعا ما يعني أكتوبر. وين حكى هذا الكلام؟ مش مكتوب. أنت كنت معاهم في البورد؟ تمام؟ أوكي، يعني فعلا أنه محتاجين ميزانية إضافية عشان أنه هم في مبرر لهذا الكلام. الخطوة الرابعة، بدي أعمل assessment للسيزوناليتي، للموسمية. هذه بنستخدمها للتحليل ولفهم البيانات، مش عشان انه يعني مش عشان في الماشين ليرنينج الجوريثم انه بدي اكررها. لا، مش في الماشين ليرنينج الجوريثم بدي اكررها، في ارض الواقع بالضبط. في ارض الواقع انه يعني هو بيقول انه احنا نظمنا فعاليه، تمام، والفعاليه هذه انه جابت عدد كبير من الزوار، الثانيين بيقولوا لا ولا جابت زوار ولا شيء. فبالتالي البيانات فعلا جاب يعني اظهرت انه فعلا جاب عدد زوار كبير، فبالتالي انا محتاج ميزانيه اضافيه عشان استقبل هدول الزوار. لكن على سبيل المثال في الماشين ليرنينج بدي احكي انه ايش العلاقه بين هذا الاتريبيوت وهذا الاتريبيوت. هذا الاتريبيوت بدي اعمل له دروب بس لسه متردد، فممكن اعمل له فيجواليزيشن عشان انه انا احسم الامر انه خلاص بدي اعمل له دروب فعلا انه هذا الاتريبيوت عديم الفائده. او مثلا انه هذا الاتريبيوت لو احنا مثلا عالجناه بطريقه معينه انه طرحنا منه المين، لا بيكون وضعه افضل، بيكون انه افيد للكلاس ليبل مثلا، زي هيك. هيك ممكن يساعد ماشين ليرنينج في هذا الاشي. السيناريو الثاني بدنا نشوف السيزوناليتي بالضبط. بيقول لك when meeting with the employees of Avela Adobe
انت سمعت انه في عندهم بوينت مستقين منها، شو هي؟ اللي هو عبارة عن عدد الفيزيتورز، انه بيتنوع بشكل كبير، وهذه احنا عندنا مشكلة. يعني انت بتلاقي انه في فترات قاعدين بننفض غبرة، وفي فترات مش ملاحقين، مخنوقين، يعني بدنا ستاف اضافي عشان يستقبل بالضبط. فبدنا ضبط لهذا الموضوع. يعني منفعش انت تقول لي انه انت في عندك فترات، انه انت فيش عندك زوار، فبالتالي مش حاعطي لك موظفين اضافيين. لا، الحل انه انا بدي اعمل اكسترا ستافينج بشكل سيزونال، زي ما انت بيكون في عندك محل مثلا، وقت الموسم بتروح بتوظف ناس اضافيين عشان تقدر تلبي طلبات الزبائن. فهذا هو الحل. تمام؟ يبقى في عندي هنا حاجة اسمها هاي سيزون ولو سيزون. في الهاي سيزون بدي اعمل هاير لاديشنال امبلويز، او بدي اعمل اكسترا ستافينج. فبدنا نشوف هذا الكلام، وقتيش اعمل هاير لاكسترا ستافينج؟ ايش الفترة هاي؟ فبدي اعمل لاين بلوت لمين؟ لهذا المتحف. تمام؟ ونشوف في اي فترة. هذه لكل السنوات، سيزونال ولا مش سيزونال؟ في نمط عام ولا لا؟ في نمط عام، يعني انا في عندي فترة فيها الذروة بعدها بنزل تاني، فترة فيها الذروة بعدها بنزل تاني، وهذا الاشي بتكرر كل سنة. وهذه لو انا بدي اقسمها لفترة 12 شهر، اوكي، هو كان مستناني انه لما اخلص الرسم. اوكي، هو لحاله بيعمل هذا الكلام. طيب، انا لو اخذت يعني الفترة هذه زي هيك، واسقطت هذه الفترة، تمام، في كل سنة، وهذه زي هيك، انه هي هذه انا عندي السبارك شارب سبايك، اخذت عاد شوية على اليمين وشوية على الشمال واسقطت تحت، وهنا نفس الفكرة لكل سنة، وهنا رحت قسمت للسنة لمدة لثلاث فترات، فبالتالي كل فترة بتطلع أربع شهور أو ثلاث شهور يعني. فبالتالي ممكن أقول إنه الفترة هذه من شهر 4 ل 8، أو من شهر 5 ل 9. تمام؟ فبالتالي هنا في سيزوناليتي أنا عندي في 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 الزيارات، عدد الزيارات في المتحف. أي نعم، كل سنة بتختلف عن الثانية، ولكن السيزوناليتي هذه موجودة، والهاي سيزون موجود، وحددنا ايش هو الفترة تبعته. اوكي؟ طيب، بارت بي. هنا السؤال: Does Avila Adobe get more visitors؟ عدد فترتين اللي هي من سبتمبر لفبراير، وهي في لوس أنجلوس بتكون هي عبارة عن فترة الخريف والشتاء، ولا في مارش أوغست اللي هي عبارة عن السبرينج والسمر؟ من الرسمة هذه، من مارش لأوغست. أوكي، أي تانية؟ من مارش لأوغست بالضبط. أوكي، فهي السكاتر بلوت